مساء الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج استراحه الظهيره. معي انا ياسمين خريشي. اليوم الحلقه ما رح يكون فيها مقدم او اعلامي واحد، حيكون فيها اثنين، لكن اللي بيميز ضيفي انه هو بيجمع مع مهنه الاعلام ايضا موهبه رائعه جدا، وهي موهبه الشعر. اليوم رح يكون ضيفي معنا للساعه 1:30، طبعا على التوقيت الجديد. بدكم تعملوا حسابكم انه نحن بالاردن من اخر الساعه لورا، فالساعة عنا هلأ 1 وساعة عندكم 2، لحتى ما تتخربطوا أو اللي بيحضرونا من الأردن يفكروا أنه البرنامج تغير توقيته، فديروا بالكم من هذا الموضوع. وأكيد مشاهدينا على 1:30 رح ننتقل لفقرتنا التفاعلية، واللي هو في عنا اليوم موضوع للنقاش. ايضا بنهايه حديثي مع ضيفي راح اطرح عليه موضوعنا للنقاش وسؤالنا لليوم. كل انسان بيشوف انه مهنته هي الاصعب، لكن بوجهه نظركم مين بحس انه مهنته هي الاصعب، وخصوصي انه ضيف اليوم بيحمل مهنتين، شاعر واعلامي. راح ندردش انا وياه اكثر، لكن خليكم معنا. لا يزدهي ويسمو العراق وله أطهر الدماء تراق. كيف لا يزدهي ويسمو العراق وله أطهر الدماء تراق. خضب الأرض بالدماء شباب سرهم للمقاومة. الموت كان للخلد كأسا، كان كالشهد للممات مذاق. هم يموتون كالنخيل وقوفا، من حنت للعدا بهم أعناق. هم يموتون كالنخيل وقوفا، من حنت بهم للعدا أعناق. كيف لا والحسين فيهم منار، فهو في صولة فدا السباق. طبع أهلي هذا، طبع أهلي هذا، إذا ما استثيروا حملت راية الوغى الآفاق. وميادينهم لثورة حق طاب للخيل في مداها انطلاق. كلما اشتاقت الرجال المعالي فبأرض الأنبار كان العناق. كلما اشتاقت الرجال المعالي فبأرض الأنبار كان العناق. رضعوا في مهودهم كبرياء فبهم طالت العلا الأخلاق. لهم الصدق والإباء ثياب لا كمن ثوبه الخنا والنفاق. أشرقت شمس حقهم في سماهم فامح الظلم إذ بدا الإشراق. قدرا هذه الحشود تداعت ولفتح يسوقها الخلاق. سيرى الظلم أي موت يلاقي حين يجلو ضب السيوف انتشار. نحن أهل العراق، نحن أهل العراق خير البرايا، فارحلوا عنه أيها السراق. نحن أهل العراق خير البرايا. لكان صرنا بنعرف مين معي اليوم ومين شرفني اليوم بحضوره ببرنامج استراحة الظهيرة. بدي أقول أهلا وسهلا الإعلامي والشاعر، لا أدري أيهما أفضل بالترحيب بك. بالنسبة لك أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد نصير. شكرا جزيلا لك الإعلامية اللامعة ياسمين خريش، شكرا لهذه الفرصة، وشكرا لقناة سامرة أنها منحتنا هذه الفسحة لنطل من خلال عدساتكم على جمهورنا في العراق وجمهورنا العربي. طبعا مؤكد انا دائما اؤثر الشعر على الاعلام،
الشعر هو الذي حملني إلى ساحة الإعلام وحملني إلى ساحة الإبداع. نعم. فالشعر أولا ثم يعني الشعر موهبة تولد مع الإنسان، أما صحيح. الإعلام هو مهنة. مهنة صحيح. يبقى تطويرها ويعني وثقلها من خلال نعم. ما يمتلك الإنسان أو نعم. يحصل عليه من خبرات. طبعا الشعر له كان الفضل الكبير في ثقل موهبة الإعلام أو مهنة الإعلام. معناته البدايات كانت مع الشعر. الشعر طبعا. نعم أكيد. أدي صعب أو سهل إنك تجمع بين الاثنين؟ طبعا هو صعوبة صعوبة الوقت يعني. انه غالبا الاعلام والاعلاميه تعرفين انه ياخذ يعني 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 ينقل الانسان الى 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 مشاغل متعبه وياخذ كثير من 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 وقته. صحيح. يعني الاعلام ليس فيه ساعات عمل محدده. نعم. يعني نضع ساعات لكن هذا هذا غير صحيح. نعم. انه الاعلام مفتوح لا وقت محدد له، لذلك هذه إنجاز التعبير نقول فوضى التوقيت في الإعلام أو زحمة الأحداث التي تأخذ الإعلامي تقرض كثير من مساحة المواهب الأخرى أو الاهتمامات الأخرى، لذلك الإعلام أخذ كثير من مساحة الشعر، لكن أجهد نفسي دائما على أن أمنح هذا الكائن الجميل الشعر فرصة لأن هو وجودي الشعر. نعم، لكن الواضح أنه في متعة بموهبتك الشعرية، وأيضاً نحن نعرف أنه مهنة الإعلام فيها متعة جداً عالية كونه ما فيها روتين، روتين فيها مكسور. قديش أنت مستمتع بموهبتك وبمهنتك؟ نعم، الإعلام طبعاً يعني الإعلام مهنة العصر. بعدين الإعلام هذه الأضواء، الظهور، التواصل مع الجمهور، التواصل مع الناس، الشاعر، الكاتب، المبدع، الفنان التشكيلي دائماً يطمح إلى خلق قنوات تواصل مع الجمهور. الإعلام يعطي هذه الفرصة، يعطي هذه المساحة. نعم. يبقى دائماً موجود مع الحدث. الإعلام يعني يفرض على الإنسان أنه يكون دائماً في قلب الحدث. ومن مهمتنا طبعاً أنه نكون في قلب الحدث لأن نعم. هناك رسالة قضية نعمل من أجل إيصالها إلى المشاهدين. صحيح. رح نحكي أكثر عن الإعلام والشعر، خليكم مع المشاهدين. ورجعنا لكم عن جديد أنا وضيف الإعلام محمد نصيف. صراحة النقاش على ما يبدو رح يكون جدا رائع، أكيد يمكن عشان في تشابه بالمهن، الواحد بحس بمتعة، بتحس أنه أنا فاهم عليك وأنت فاهم علي أكثر. لكن من ضمن المهن أو من ضمن الوظائف اللي أنت بتقوم فيها، حضرتك نائب رئيس البيت الثقافي العراقي اللي فتح لكم المساحة اللي هو رابطة الكتاب الأردنيين ليكون في لكم مقر تجتمعوا فيه، أكيد قديش الساحة الأردنية قدرت أنها تحتضن الشعراء العراقيين؟ أنا أقول دائما عندما أتحدث عن عمان أقول عندما غادرت بغداد للظروف الأمنية وبناء على طلب المؤسسة الإعلامية التي هي قناة الرافدين التي أعمل فيها، نعم، تمرد علي قلبي وغادرت بغداد بلا قلب. وعندما جئت إلى عمان واحتضنتني هذه المدينة وقدمت لي ما قدمت أشعرتني أن قلبي ما زال في صدري وصارت تنافس بغداد على هذا القلب. لذلك إنه هذه المدينة، طبعا المدينة أنا أعني كل مكوناتها، البشر والحجر والشجر والشوارع والأحياء، كل هذه تضافرت وقدمت لنا الكثير الكثير. نعم. طبعا رابطة الكتاب الأردنيين، نحن جزء من رابطة الكتاب الأردني، البيت الثقافي العراقي هو نفس المقر، بس نفس المقر، نعم، نفس الرابطة. نحن جزء من رابطة الكتاب الأردنيين، يعني أهلنا وأخواننا في رابطة الكتاب الأردنيين، يعني نقدم لهم الشكر الجزيل على هذه المنبر الذي منحونا إياه. وطبعا هم جزء من هذا الشعب العربي الأصيل الذي قدم لنا الكثير و تعامل معنا باحتفاء الأهل للأهل. لذلك الرابطة يعني منحتنا هذه الفرصة وهذه المكانة الجميلة ضمن رابطة الكتاب الأردنيين. يعني نمارس عملنا، نشاطنا الأسبوعي كل أربعاء ضمن نشاطات الرابطة، لكن نقدم فيه نشاطا عراقيا خالصا. وبعض الأحيان نحتضن ضمن نشاطاتنا أدباء، شعراء، فنانين تشكيليين عرب، لكن ضمن يكون النشاط مخصص للعراق. وهناك طبعا
يعني في القادم ربما في هذا الأسبوع أو الأسبوع الآخر نعم. القادم هناك سيكون لنا نشاط عربي في هذا حلو. البيت نجمع فيه شعراء عرب يعني من من العراقيين من الأردنيين أيضا نعم. سيشاركون في هذا النشاط. وين بينزل إعلان عن هاي النشاطات؟ طبعا ينزل على صفحاتنا في الفيسبوك وهناك صفحة أيضا للبيت الثقافي العراقي أيضا على الفيسبوك حلو. وبعدين نوزع أيضا دعوات من خلال يعني قنوات التواصل الاجتماعي نعم. الواتساب أو الفايبر والفيسبوك وكل هذه القنوات للأعضاء والمشاركين والأعضاء وكل الناس طبعا يعني. حتى نعم. اللي غير مشاركين من من المحبين سواء كانوا عربا أو عراقيين نعم. تصلهم الدعوات حلو. شو اسم الصفحة على الفيسبوك؟ صفحتي أنا طبعا أوكي. محمد الصيف على الفيسبوك ينزل نعم. عليها الخبر نعم. وأيضا صفحة الأعضاء الآخرين منهم طبعا الشاعر المبدع الحبيب مكي النزال والإعلامي أيضا يعني المعروف الكبير مجيد السامرائي وطبعا أكيد. رئيس البيت الثقافي اللي هو الإعلامي المعروف أحمد صبري الآن طبعا هو نعم. في سفر ومكلفين نحن بهذه المهمة كونه حضرتك نائب الرئيس أنا الآن نائب رئيس كل المهام. نائب نعم. رئيس البيت الثقافي العراقي رئيس البيت طبعا أستاذ أحمد صبري أخونا الآن في مهمة خارج الأردن حلو. ونحن نقوم بهذه المهام نيابة عنه وبجهود الآخرين وطبعا من ضمن الأعضاء الهيئة الإدارية كثير منهم عندنا الكاتب أيضا العراقي ناصر السعدون وهناك هيئة عامة طبعا يعني تجمع قامات كبيرة من الأدباء والشخصيات الكبيرة العراقية وطبعا تنزل على صفحاتنا وأيضا نوزع هذه الدعوات على الأعضاء وعلى المحبين طبعا في حضور طبعا يعني يليق بهاي الفعالية ولا بتحس انه لسه في كسر انا حتى اكون صادق طبعا عندما يعني نقارن حضور الحضور والجمهور الحاضر في نشاطات البيت الثقافي مع كثير من المؤسسات نشعر بارتياح انه لدينا جمهور متفاعل وحاضر طبعا بعض الامسيات فيها جمهور كثير حقيقة يعني يبعث على الغبطة والفرح تمتلئ القاعة حتى لا نجد مكان لبعض الحاضرين وبعض الأحيان طبعا حضور ضعيف مع ذلك هذا الحضور الضعيف نحن نحترمه لأنه حضور نخبة أها. طبعا هذه الحالة هي طبعا يعني تنسحب على أغلب النشاطات الثقافية أن هناك صح. انحسار للضعف ربما للحضور فئة معينة ربما يعني سبب المادة التي تقدم ربما انشغال الناس بهموم الحياة المضنية والمتعبة نعم. ازدحام الطرق وصعوبة والذوق العام أيضا كل يعني هذه تتضافر في أنها يعني تحد من الحضور الذي نتمناه لكن في بعض الأحيان نجد حضور حقيقة مدهش من حلو يبقى الشعر موهبة ولقد يكون مهنة الشعر موهبة لكن عندما يتحول إلى مهنة يصبح الشاعر موظف ويفقد الرومانسية ويفقد الإبداع ويفقد بيصير محصور بزاوية معينة في زاوية معينة يبدي يكتب لمناسبات مثلا يبدي يكتب لي يعني وفق كالموظف الموظف الرسمي أما هي موهبة وإبداع الموهبة دائما عندما تسقل تبلغ مدارك مدارك الإبداع لكن عندما يقيد النفس الشاعر نفسه في وظيفة معينة ضمن هذا الحدود يتحول عنده الشعر إلى وظيفة تمارس كحال وظائف الأخرى تفقد بريقها تفقد عذوبتها تفقد شعريتها كثير من جوانب الجمال تغيب عن هذه الموهبة صح طيب عشان ما نبعد كثير عن البيت الثقافي العراقي رح بنروح نشوف الجزء الثاني من التقرير هي كانت لتغطية بالأسبوع الماضي مش هي كان نعم. في تجمع لكم في كانت هي حقيقة لمجموعة من الشعراء العراقيين نعم. وسميناها أمسية فراتية حلو لأنه كل المشاركين ولدوا وعاشوا في مدن تتوسط ضفاف الفرات من عالي الفرات نعم. من حديثة ثم محافظة الأنبار يعني هي نعم. والفلوجة والمدن الأخرى بابل فراتية. يعني عندنا كان
الشاعر عزيز السعبري والشاعر آلاء توفيق من محافظة بابل جنوب العراق، وتسمى منطقة الفرات الأوسط، هذه المدن الجنوب التي أو وسط العراق التي تتوسع ضفاف الفرات، طبعا من أعلى الفرات امتدادا إلى جنوب العراق. كل اللي شاركوا بهذه الأمسية هم من مدن تتوسط كما قلت ضفاف الفرات، طبعا وشاركونا في الأمسية أيضا شعراء من الأردن ماجد المجالي ومحمد خطير أيضا كانوا حاضرين ضمن الحضور الجميل، وهم طبعا القصائد التي قرأوها أصلا هي مكتوبة لقضية العراق، يعني كاتبيها ألفوها لقضية العراق، فكانوا ضمن هذا الفضاء وضمن هذا حلو. بس بتلاقي قبل ما نروح للتقرير بتلاقي انه في روح مشتركه بين الساحه الثقافيه الاردنيه والساحه الثقافيه العراقيه، او ان كانت الساحه الشعريه، في تقارب يمكن باللهجات، يمكن خلينا نقول هيك، كيف بقول لك، مثلا اوقات لما بتشوف حدا بيشبه الثاني بتقوله ما بيشبه بس الدم بيعطي، بتحس انه فعلا الدم بيعطي بين العراقي والاردني، يعني الحمد لله في تقارب كثير. هذا قديش بتحس انه في مستمعين اردنيين للعراقيين والعكس صحيح؟ اكثر ساحه نشعر انها اكثر ساحه عربيه، انا بالنسبه لي عن تجربتي الشخصيه، نعم، اكثر ساحه متفاعله مع الحدث العراقي والحدث الفلسطيني والحدث السوري والاحداث بشكل عام بالساحه العربيه الاردن، الشعب الاردني، نعم صحيح، أكثر طبعا هناك أكيد هناك تفاعل من كل المجتمع العربي ويتألم لأحزان، لكن عن تجربتي الشخصية من خلال يعني حياتي هذه السنين في الأردن، أنه أكثر ساحة متفاعلة مع الحدث العراقي مع قضية العراق هي الساحة الأردنية، وقدر الله سبحانه وتعالى لهذا البلد أن يكون هو قلب المنطقة، نعم، قلب المنطقة، نعم، يعني العراق من الشرق من الشمال سوريا، صحيح، من الغرب فلسطين، هذا هذا الجرح الدامي، الجرح المخضب على الدوام بالدماء والآلام والمآسي والأحزان، والذي هو كان النبتة لكل هذه الجراح التي أزهرت أو التي أثمرت أو التي أعطت كل هذه الجراح التي في الساحة العربية، انطلقت كلها، كل الجراح التي نعيشها الآن يعيشها الجسد العربي، هي نهلة وجعها الأول من القدس، من جرح فلسطين. صح. الأردن قدر الله أن يكون هو قطب هذه هذه المنطقة وهذه هذا الموقع الاستراتيجي، وكان شعبها حقيقة بحجم المسؤولية، يحتضنون الآن العراقيين، صحيح، ويحتضنون السوريين ويحتضنون الفلسطينيين، صحيح، ودائما متفاعلون مع هذه الجرح، لذلك قدموا لنا الكثير، ونشعر هذه الساحة متفاعلة ومنحتنا الكثير في أننا نقدم لقضية العراق وجنوب العراق. طيب عشان ما نبعد كثير عن البيت الثقافي العراقي، خلينا نروح نشوف أنا وأنت أستاذ محمد الجزء الثاني من التقرير في تغطية البيت الثقافي العراقي في أمسيات الرافدين. نعم. وللعيون دواء 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 في رفرف القلب نشوانا بروضتها، والطير غنى طروبا 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 في روابيها.
لا تدعي أني مجرد قصة فمن العيون أحس فيك وأفهم. مضت السنون ونفس نفس لقائنا، فحرارة الأشواق نارا تضرم. مضت السنون وأنت أنت جميلة، وإليك تأوي كل يوم أنجم. أو تنتسى تلك الأحاديث التي ذابت لرقتها الليالك تحلم. فضفائر الليمون تشبك أضلعي، وتحبني يدك الرقيقة والفم. لا تدعي هجري وأنت رفيقتي، لم تعرفي حقدا وقلبك يرحم. لكنك الغضب فزيدي رقة، لمن الغرام أضر فيه ويكلم. فلتفتحي يا شام أبواب اللقاء، إني بأرضك هائم ومتيم. أحبيبتي وحبيبتي وحبيبتي، ولا أنت في الأعماق روحي والدم. أمسية شعرية فراتية بحتة، رح تحكي لنا كثير عنها كنا أنا وياك نحكي تحت الهواء، لكن خلينا نحكي مع المشاهدين أكثر. أنا قلت إنه هي أمسية فراتية، يعني يعني من الأعالي الفرات إلى أن يمر في هذه المدن بابل، إلى أن يصب ويتحد بدجلة في جنوب العراق في البصرة. طبعا فاتني أن أذكر أيضا الفنان والباحث الموسيقي الذي يعني ظهر قبل قليل، نعم، هو من البصرة. التقاء اتحاد دجلة والفرات في نهر واحد وهو شط العرب، نعم. هو أيضا طبعا مدينة البصرة تجمع الفرات وتجمع دجلة، فهو له حصة أيضا بالفرات. حلو. الفرات سيصب في نهاية المطاف، يصب في يعني يلقي بأعبائه في البصرة في شط العرب. وهو إبراهيم السالم طبعا باحث موسيقي وقارئ مقام من المشاركين دائما في نشاطات البيت، نعم، الثقافي العراقي. فقلت هي أمسية كانت فراتية، الشعراء الذين شاركوا يعني من مدن ولدوا وعاشوا في مدن تتوسط ضفاف الفرات، من حلو. الأنبار مرورا بابل ثم البصرة. زين. طب نرجع لمهنة الإعلام وموهبة، نعم، الشعر، ونحكي عنك أكثر أستاذ محمد. هلأ إحنا بنعرف أنه أي إعلامي أول شيء بيخدمه لغة العربية وبيخدمه نبرة صوته، نعم. نفس الشيء هذا في موهبة الشعر، قديش هذا الشيء ساعدك؟ هلأ بما أنه كانت بداياتك هي شعرية، فقديش ساعدتك اللغة ونبرة الصوت في مهنة الإعلام؟ الشعر طبعا كما قلت منحني الكثير. أولا المامي باللغة العربية، أنا بالمناسبة لم أدرس اللغة العربية دراسة أكاديمية، نعم. أنا خريج جامعة بغداد قسم اللغة الإسبانية، كلية اللغات قسم اللغة الإسبانية، نعم. لكن أنا جئت إلى الجامعة وأنا شاعر، وعندي قصائد منشورة في مجلات وصحف، نعم، عربية وعراقية، ولي طبعا إصدارات، فجئت إلى الجامعة وأنا شاعر. تتقن اللغة العربية وقواعدها؟ الشعر يعني نقى عندي اللغة العربية، إضافة ذلك أنه فتح لي آفاق الثقافة العامة، يجب أن أقرأ، نعم، أطلع على تجارب شعرية أخرى، على تجارب أدبية أخرى. هذا يعني رصيد لخزين من الثقافة. حلو. ساعدتني في أن يعني أصل إلى كما أتمنى إلى مدارج النجاح في العمل، نعم، الإعلامي. طبعا اللغة، الصوت، والنطق السليم، طبعا هذا لا دخل الإنسان فيه، لكن عملية الصقل فيما بعد طبعا، يعني اللغة، النحو، هو علم ومعرفة يدرس، صح. أما خامة الصوت فهذا من الخلق، من رب العالمين سبحانه وتعالى، بس برضو فيها شوية تدريب. كل إنسان طبعا التدريب، كيف ينطق الحرف، كيف الأداء، طبعا الأداء، نعم، مهم في أنه دراسة طبعا. لكن الخامة الصوت، يعني جودة الصوت، هذا في رب العالمين يعني سبحان الله، نعم، يعني مثل ما يولد الشعر في الإنسان، نعم، تولد خامة الصوت. الحضور طبعا له طبعاً أهمية، لأن خاصة بالتلفزيون، الإذاعة طبعا صوت فقط، صح، صوت وأداء، وبيشتغل خيالي المستمع، عفوا قطعتك، بصير يتخيل شكل المذيع، وكثير ما تخيلنا، كثير ما تخيلنا أصوات لمذيعات ومذيعين وصدمنا عندما التقينا بهم مباشرة من خلال الإذاعة، نعم، طبعا، نعم، صدمنا عندما التقينا فيهم، صحيح، إنه الصوت لا علاقة له صحيح. طب بما أننا عم نحكي، نعم، بما أننا عم نحكي عن هذا الموضوع، أنا دائما شو بقول كاتب الشعر أو الشاعر إذا ما كان هو
هو الملقي لهذا الشعر وسمح للآخرين، لأنه هو ما عنده الكاريزما أو ما عنده فن الإلقاء وسمح لأي أحد تاني أنه يلقي الشعر، بيخسر الشعر كتير من مضمونه طبعا. لأنه أنت أدرى بإحساسك أكيد في الكتابة. أكيد. حضرتك أكيد أنت اللي بتكون أكيد. شرحها هذه أيضاً من نعم الله سبحانه وتعالى. نعم. على الشاعر أن تكون عنده قدرة الإلقاء. الأداء الجميل، كيف يجسد هذه المشاعر التي جسدها على الورق وجسدها في الحروف والكلمات، كيف ينقلها من داخله ومن الورق إلى المتلقي. يعني هناك قدرة لبعض من الشعراء، قدرة أن يخلق علاقة جميلة بينه وبين المتلقي. حلو. ويسحر المتلقي. وكثير من الشعراء المتلقي يستزيد منه كلما قرأ، كلما طلبوا منه إقراء. هناك يعني شعراء طبعا لا يمتلك هذه القدرة. نعم. أنه ضعيف في الإلقاء، الصوت لا يساعده، أداؤه لا يساعده، حضوره أيضا لا يساعده، لذلك يفقد كثير القصيدة. قد تكون قصيدة جميلة لكن يعني ضعف الأداء، ضعف الإلقاء يقتل القصيدة، يذبح القصيدة. هناك من يقول إنه الإلقاء نصف القصيدة، وربما هناك من زاد في هذه النسبة. الإلقاء مهم جدا في شد المتلقي. نعم. وإيصال مشاعر وأحاسيس الشاعر والرسالة التي يطمح إلى إيصالها إلى المتلقي. حلو حلو. طيب شو يعمل الشاعر إذا كان ما عنده فن الإلقاء بس هو شاعر وكتاباته حلوة؟ أنا بحس إنه بيقدر مثلاً، هذه مشكلته يعني، هلا بيقدر يتدرب على الإلقاء. نعم. هي كمان الإلقاء هناك هناك شوف هناك تدريب على ممكن إنه يتدرب أو يتعلم من الآخرين كيف يلقوا، يتابع تجارب شعراء آخرين في الإلقاء، يتعلم منهم كيف. طبعاً الإلقاء هو يعني أداء مسرحي. كيف الشاعر يستطيع أن يتقمص شخصية هذا الكائن الذي أودأ هذه الأحاسيس في الكلمات ويقوم بتمثيل هذا الدور. أجمل ما في الأمر أن كاتب السيناريو هو الشاعر والممثل هو الشاعر. فإذا استطاع أن يؤدي الدور. نعم. وفق ما ينسجم مع ما أودعه من أحاسيس ومشاعر في القصيدة، يكون شاعرا بارعا ويسحر الجمهور. طبعا هناك تجارب عندنا في يقال، أنا لست متأكد لكن يقال مثلا أحمد شوقي، وطبعا أحمد شوقي معروف شاعر طبعاً. كبير أمير طبعاً. الشعراء، حمل ألقاب كثيرة. صح. كان ضعيف الإلقاء فيكلف صديقه حافظ إبراهيم الشاعر المصري الذي لقب بشاعر النيل، يكلف حافظ إبراهيم أنه يقرأ قصائده لأن حافظ إبراهيم يلقي أفضل من أحمد شوقي، فيكلف. فلذلك أنه يعني أنا يعني دعوة أو رسالة أو نصيحة إلى الشعراء أن يتدرب على الإلقاء. صح. ويتعلم وينهل من تجارب أخرى. نعم. حتى لا يعطي قصيدته إلى شخص آخر ربما يقتل. نعم. الإحساس فيها، لأن هو من. صح. عاش هذا الإحساس وهو من كتب سيناريو هذا. صح. هذا الإحساس. صح. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع، لكن أنا وأنت أستاذ محمد والمشاهدين رح ننتقل للفقرة التفاعلية عشان أطرح السؤال اللي طرحته عليكم على أستاذ محمد. خليكم معنا. وسهلا فيكم معنا جديد. كنا بنحكي عن الشعر والإلقاء. قد يكون إلقاء الشاعر لشعره بدل ما يخدم
يضعف الشعر فيفضل أنه يعطيها لحدا تاني يلقيها، يمكن لأنه يمكن يظلمها بإلقائه. لكن نحن بنرجع بنقول أنه دائما إلقاء الشعر من نفس الشاعر ونفس الكاتب هي بتخدم الشعر والقصيدة أكثر. حضرتك عندك قصيدة بتجمع بين مهنة الإعلام حكيت لي وموهبتك كشاعر. طبعا أنا أقدم فترة من فترات قدمت برامج سياسية في قناة الرافدين. أنا في الغالب أقدم برامج ثقافية يعني تعنى بكل المشهد الثقافي العراقي والعربي. نعم. يعني قدر أنه أقدم أيضا برامج سياسية. كان هناك برنامج تفاعلي مع الجمهور، برنامج برلمان التحرير يقدم في قناة الرافدين. طبعا صحيح. هذا البرنامج سياسي تفاعلي مع الجمهور، نتحدث عن جراح العراق وجراح الأمة ومآسيها. فتأتيني رسائل عبر موقع القناة للجمهور المتفاعل معنا، يطرحون آراءهم ونقرأ هذه الرسائل. وأنا أقرأ في الرسائل، جاءتني رسالة مختلفة تماما عن ما يطرح في البرنامج. فالرسالة تقول يعني رغم أنك تعرض جراح ومآسي العراق ومآسي الأمة، لكن يعني أنت وسيم إلى الحد اللامعقول، بحيث أنستنا هذه الوسامة المصائب والجراح، وشعرنا وكأن البرنامج منوع، فصرنا نحلق في عالم الأزياء والأضواء. لذلك حقيقة قلت هذه قصيدة شعر، يعني هذا الموضوع، هذه الرسالة، فحولتها إلى قصيدة تجمع بين مهنة الإعلام وبين الشعر. قال الناقد الكبير دكتور عزمي الصالحي، أسأل الله أن يمنح الصحة والعافية، أستاذ الأدب في جامعة جرش وأيضا من القامات الأدبية العراقية، هو الآن في أمريكا لظروف مرضية، قال محمد نصيف أول شاعر يجمع بين الإعلام وبين الشعر، فكان سعيد بهذه التجربة. فإذا سمحت لي أن أقرأ شيء من هذه القصيدة، أقول وسميتها الحد اللامعقول. طبعا هي تقول: تأسرني الدهشة حين أشاهد برنامجك اليومي، يبهرني هذا الوجه الباسم كالفجر فيثير جنوني، تتسمر عيناي بشاشة تلفازي فأقول بقلبي: عجبا لمذيع يسحرنا حتى حين يردد أخبار الحرب على المدن العربية، نشعر أن الحرب عروض للأزياء فنحلق في دنيا الأضواء، فكأن قناتك تعمل سرا للأعداء، إذ تختار مذيعا تنسينا بسمته أحزان المقهورين وتلهينا عن أوجاع الوطن المقتول، فلماذا أنت وسيم للحد اللامعقول؟ حين أخاطب جمهوري أعرف أنك حاضرة تختصرين ملايين الجمهور، وأحس بعينيك الساحرتين تبثان إشارات كهر روحية تأتيني عبر الأقمار وتنسل إلى روحي ألقا أزداد بريقا ووسامة، فلأنك جمهوري الأحلى ولأنك جمهوري الخارق للمعقول كنت وسيما للحد اللامعقول. حلو، يعني نيالها هي بكومنت بعتته على القناة طلعت لها قصيدة، أنت هي خاطبتك وأنت رديت عليها بهالقصيدة. هكذا يولد الشعر. نعم. الشعر ومضة، الشعر برقة، الشعر حدث يعني يمر بالشاعر وتتفجر في داخله طاقة الشعر والأحاسيس فتوصف بهذا الشكل. طبعا الشاعر يقتنص هذه اللحظة ويجسد هذه المشاعر التي وما زلت في البرامج السياسية من بعد هالكومنت ولا انتقلت للبرامج؟ لا طبعا أنا طبعا بقيت على البرامج السياسية، وبنفس الوقت كنت أقدم برنامج شعراء الثورة، هو برنامج ثقافي سياسي في نفس الوقت، يعني نحتضن الطاقات الشعرية ويقرؤون قصائدهم من خلال عبر الهواء ما يعني يتعلق ب
ما يكتب للعراق وللوضع وللوضع الراهن في الأمة العربية. فاحتضننا كثير من الشعراء وقدمنا لهم فرص منبر من خلال الرافدين من خلال هذا البرنامج. لكن انتقالي من القاهرة إلى عمان الآن فقط أقدم برنامج ثقافي وبرنامج فضاءات. جيد جيد. مشاهدينا بما أنه أرقامنا نزلت على الشاشة صار فيكم تحكونا لحتى نسمع مداخلاتكم. أنا والسيد محمد نصيف وأهلا وسهلا بأول اتصال معنا أستاذ ياس. أهلا وسهلا فيك. نعم أستاذ ياس أنت على الخط تفضل. فصل اوكي. اذا بترجع بتحكينا رجاء. ودائما بذكركم انه احكونا من المنطقه اللي تكون فيها الارسال جيد لانه الخطوط العراقيه والشبكه العراقيه نوعا ما ضعيف. فارقامنا عم تنزل على الشاشه احكونا لحتى نسمع مشاركاتكم. استاذ محمد انا نزلت سؤال على السوشيال ميديا وعلى صفحتنا على الفيسبوك راح اوجه لك نفس السؤال واسمع جوابك. لكن رجع لي استاذ ياس على الاتصال. اهلا وسهلا فيك. أنا وياك وياك أنا. أنت على الهواء تفضل. ألو. أنت على الهواء أستاذ ياس تفضل. بالتقديم مرحبا كيف الحال؟ إن شاء الله تمام. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله تفضل. أول سلامي للضيف الكريم وكل أصدقاء البرنامج وأخص صالح الموصلي وأنت إن شاء الله يا أخ صالح في القمة وأحييك على أدعيتك وتمنياتك للأصدقاء والأحباب. والمنشورة في صفحتي وهذا يدل على نبلتي وقلبك الطيب الكريم. شكراً. أنا أعتقد بأن مهنة التربية والتعليم هي أصعب المهن، لا لأني مارستها منذ أكثر من 43 سنة، ولكن كل المهن والحرف في الحياة والتي تنتج خدمة للناس وتأمين مصالحهم نتجت على الدراسة والتعلم في المدرسة. وعلى الناس جميعاً أن يفهموا بأن معلم الصف الأول الابتدائي عندما يستقبل في بداية العام الدراسي أطفالاً لا يمتلكون مهارة القراءة والكتابة ويجعلهم بعد عدة أشهر يكتبون ويقرؤون لأنه حول قدراتهم الصورية المنظورة إلى حسية إدراكية يستطيعون جمع الحروف بكلمة ويتعلمون نطقها وكتابتها بعد ذلك يتدرجون إلى المراحل العليا. نعم. بقي من يقول بأن مهنة الإعلام والصحافة بكل أشكالها وتواصلها هذه المهنة هي الأصعب. أقول نعم فيها صعوبة لكن مهنة التربية والتعليم هي الأصعب. يعاني في بعض الأحيان مما يستطيع أن يقول ما يراه لأسباب كثيرة لا مجال لذكر الآن. شكرا أستاذ ياس. نعم شكرا 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 يعطيك ألف عافية. هك سؤالي كان اللي انطرح في فقرتنا التفاعلية. كل منا يرى بأن مهنته هي الأصعب. أحد المشاركين أستاذ ياس هو في مجال التربية والتعليم يمكن شيء 40 سنة، يعني مش أستاذ من سنة أو سنتين، خرج أجيال كتير بيقول إنه مهنته هي الأصعب. قديش بدنا نشرح للناس إنه مهنتنا هي الأصعب يمكن من وجهة نظرنا بس نقنعهم إنه مهنتنا هي الأصعب. طبعا صعوبتها شوف بالنسبة للإعلام صعوبتها التواصل مع الحدث اليومي. هناك إعلاميون ما يعملون في قسم الأخبار لا سيما المندوبون المراسلون في ساحة القتال ساحة حرب ساحة معركة وكثير منهم تعرضوا للقتل وبعضهم تعرض للإصابة إصابة بليغة بعضهم تعرض للخطف بعضهم تعرض للمضايقات. هذه طبعا جزء من خطورة هذه المهنة. نعم. المتاعب في هذه المهنة أنك مطلوب أن تبقى دائما مشدود مع الحدث. صح. حتى لا تفاجأ. صح. مطلوب منك أن تتابع، مطلوب من الإعلامي عن الإعلامي طبعا الحريص على أنه يحقق نجاحا في هذا هذا المجال. مطلوب يعني مضطر أن يكون مشدودا دائما مع الحدث مع نعم. الأخبار مع المتابعة مع الشارع مع المشهد السياسي المشهد نعم. الاقتصادي. فدائما هذا طبعا تلقي أعباء نعم. ومتاعب على كونه نحن بنطلع على الشاشة وبنطلع مباشر فأنت بدك تكون مستعد لأي خطأ ممكن يصير. في ناس بالألاف وبالملايين عم بيحضروك بدك تضطر تتمثل بمشاعرك وتنسى كل إشي شخصي. مجرد ما تطلع على الهواء هذا كله بده شوية شخصية قوية لأنها مش يعني بسهولة. يعني هذه من المتاعب الأولى التي واجهها الإعلامي. نعم. كثير نعم. من الإعلاميين عندما يقف أمام الكاميرا يشعر وكأنها بندقية موجهة تجاهه. نعرف لظروف
يعني تخلق حاله من 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 التوتر، حاله من 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 الخوف امام الكاميرا. كثير من الاعلاميين يعني قضوا سنوات ويبقى يعيش هذا الاحساس وكانه اول مره يقف امام الكاميرا. صح. يعني مذيعين مذيعون كبار يبقى وممكن ان تقرا التوتر على وجهه. هاي لانه في عنده حس مسؤوليه عالي جدا. اولا عنده حس مسؤوليه عالي جدا. ثانيا ربما هو بتكوينه احنا يعني المجتمع العربي بتكوينه باعداد الانسان دائما هذا عيب، هذا لا يجوز، هذا لا تتكلم هكذا من هو طفل الى ان، فيصير عنده نوع من الخوف انه يواجه المجتمع بشكل مباشر. قل من استطاع ان ينفلت من هذه القيود. صح. القيود والاعراف البيئيه والاجتماعيه. واستطاع ان يكون خطيبا وبليغا منذ السنوات المبكره. لذلك عندما يقف امام الكاميرا هو طبعا يعرف انه هو يواجه جمهور. صح. فلذلك يشعر بتوتر وخوف. طبعا هناك من منطلق الاحساس المسؤوليه خوفا من الخطا. حتى بعضهم تضيع منه الكلمات مع انه هو عنده خزين من الثقافه واللغه والموضوع، لكن عمليه التوتر اللي يعيشه احساس التوتر تفقده يعني تغلق عليه منافذ الذاكره. صارت اسهل. يمكن قبل كان موضوع الاعلام جدا خليني اقول جامد، خلص لازم هاي الكشره، لازم ممنوع الخطا. هلا صار كل شيء يعني احنا هلا عم بندردش عم نحكي شوي بتلاقينا بنروح فصحى، شوي بتلاقينا عم نحكي بلهجتنا العاميه، صارت ابسط نوعا ما، وهي بحس انه هي اللي كسرت هذا الجمود يلي موجود. استاذ محمد، في اسئله موجهه لك من مشاهدينا اللي بتابعونا. قبل الاسئله بس بدي ان اعلق على ما قلتيه الان، موضوع انه صار اختلاف الإعلام الآن وسهولة الإعلام، هذا بجانب إيجابي وبجانب سلبي. جانب الإيجابي أنه أعطى مرونة أن يتحرر الإعلامي المذيع من قيود الرسميات، لكن في نفس الوقت فتح باب للمتطفلين على الإعلام. الآن يعني نصاب بالقرف عندما نشاهد بعض القنوات التلفزيونية مذيع أو مذيعة. صح. يعني صارت يتعثر بأبسط الخطاب يعني ويطرح ما يمجه تمجه النفوس. ألما فيها يقدر يحاور الضيف إذا كان هالإعلام ما بقدر يحاور الضيف، كيف بيطلق على نفسه إعلامي؟ هلأ نحن كيف نحل هاي القصة المشكلة؟ كل الناس صار إعلامي، بطلنا نحس بتميز. صعب الآن. هو هي شوف هذه الفوضى ما تسمى بالمصطلحات الأمريكية أو الأمريكان نقلوها إلى مناطقنا، الفوضى الخلاقة. هي ليست خلاقة، هذه الفوضى انعكست على كل المشهد، المشهد الإعلامي، المشهد الاقتصادي، المشهد السياسي، حتى المشهد الثقافي. نجد هناك ركام من الإنتاج البائس يطرح ويثنى عليه. نعم. صعب الآن حقيقة، تحتاج إلى ثورة اجتماعية قبل أن تكون هناك ثورة. صح. سياسية. صح. ثورة لدى المجتمع أنه يرفض كل ما هو ردي. على أمل أن يكون عنده المجتمع هاي الثقافة اللي يقدر يميز بين الإعلام الصحيح والإعلام المتطفل على المهنة، وبعتقد أنه في عندهم هاي الثقافة. الإعلام ليست ساحة أو دور للأزياء أبدا، فهمين الموضوع كتير غلط. خليني أقرأ شوية تعليقات لحضرتك أستاذ محمد. السلام عليكم ست ياسمين، تحياتي لك ولضيفك لشاعرنا الكريم. هذه المسج من معتز زيدان، حابب أوجه لك سؤال، ليش الشعر بدأ يفقد قاعدته الجماهيرية في العراق؟ وهل أصبح الشعر دعاية من أجل الحصول على المال؟ هذا كلام سمعته من الشعراء على الفضائيات، كيف للشعر أن يجمع المال؟ احنا قلنا قبل قليل لا يصبح مهنة، أنه هناك فوضى في كل مشهد الحياة بشكل عام. وانعكس هذا طبعا فوضى أيضا يعني الجانب يعني المشهد الشعري او المشهد الثقافي بشكل عام ليس في منع عن هذه الفوضى، فازدحم فيما هو رديء وركيك، لذلك تتضافر اسباب كثيره في يعني فقدان اهتمام الجمهور بالشعر. نعم، بس سؤالي كيف ممكن الشعر يعني يحصل على المال؟ هلا ممكن لما يروحوا بيشاركوا بالمسابقات التلفزيونيه، ممكن في الملتقيات او خلينا نقول بالتجمعات بالامسيات الشعريه ممكن يكون في دفع. انا بحس اذا انا عندي شعر انا بدي ادفعكم عشان اظهر موهبتي يعني، بس مش كمان انا اخذ في هيك شيء يعني ولا انا فاهم؟ طبعا اللي بده اللي يعني من يدفع لكي يسمع له هذا ليس شاعرا وليس هذا بيوصل من اول خطوه. نعم. اما قضيه شوف هناك جانبين بهذا الموضوع، هناك مسابقات ومن حق الشاعر يعني في الغالب الشاعر هو
يعني من الطبقة الفقيرة في الغالب، قلة من هم كانوا أثرياء أو أغنياء في تاريخنا الشعري، في الغالب يعني طبقة الشعراء الطبقة المتوسطة الفقيرة، بعضهم أيضا مسحوق، بعضهم صار صعلوك، يعني صار عور بن الورد شاعر معروف في التاريخ العربي، صار قاطع طريق ثم يعني أضفى على تجربته في هذا المجال شيء من المبدئية، أنه صار يأخذ أموال من الأغنياء حتى يعطوا الفقراء، أنه يعني حسن تأريخه، وإلا هو بالأساس قاطع طريق. نعم، الشعراء دائما طبقة فقيرة، لذلك طموح مشروع أنه أي واحد يحصل على المال، لأن هي وسيلة للوصول إلى ملذات الحياة والوصول إلى ما هو جميل. ففي المسابقات الشعرية من حق الشاعر يدخل ويدخل، لكن عندما يحول شعره إلى الارتزاق والاكتساب، بعضهم صاروا شعراء لسلاطين من أجل كسب المال. وقلناها قبل قليل أنه الشاعر عندما يتحول إلى موظف، إذا إلى حول الشعر إلى مهنة، يصبح موظف عند مسؤول. نعم، فيقدم القصيدة من أجل الارتزاق. صح صح. صالح إبراهيم الموصلي بيوجه لك نفس السؤال، بعتقد الجواب وصلك يا صالح. هاشم محمد وأحمد وناصر الموعود كلهم بيبعتوا لك تحياتهم وبيسلموا عليك. صالح إبراهيم الموصلي، مسجتك كتير طويلة، أعذرني يا صالح، يا ريت بتختصره بالمداخلات رجاءا. أوكي مش هقدر أقرأ تعليقك. معتز الزيدان، محمد المشهداني، أهلا وسهلا فيك. وتيسير البدري بيبعت لك تحياته، وقتيبة الغرايبة بيقول لي دائما متعلقة، شكرا كثير لك. بالنسبة لسؤالنا يلي نحن وجهناه لكم مشاهدينا، في بعض التعليقات، أحمد بيقول السلام عليكم ست ياسمين ولضيفك الكريم، الكل بيتعب بشغله بيبذل مجهوده لأنه الحياة صعبة، فمثل ما نحن قلنا كل واحد بيشوف مهنته هي الأصعب. معتز بيقول إنه مهنته هي الأصعب، بس ما عرفنا شيء مهنتك. وحبر العيون نفس الشيء. محمد الساهر وصالح يعطيكم ألف عافية، أنا لأنه وصلنا لدقائقنا الأخيرة فبدي أحاول أدردش أنا وياك أكثر. نعم. وسوري اللي ما قدرت أقرأ تعليقاتهم، لكن شكرا على مشاركاتكم، يعطيكم ألف عافية. أكيد نرجع لموضوع الإعلام والشعر، وقلنا إنه نعم معنا دقيقتين، بنهاية هالدقيقتين أو بختام هالدقيقتين، شو في عندك تجربة بتخليك من خلال هاي التجربة صارت معك بالإعلام توجه لي وتوجه للي حابين يصيروا أو يفوتوا مجال الإعلام نصيحة؟ أنا قلت لك دائما أؤثر اهتمام الشعر على الإعلام، الإعلام لا مهنة بكل ما تنطوي عليه، كونه بخصني من... مابي يعني أنا هجس يعني... وجهت لك هذا السؤال مش ناوي أصير شاعر، لا شك أنه أنا مستمتع أنه أعمل في الإعلام، يعني خلاني على تواصل، يجعلني على تواصل دائم مع الحدث مع الناس. لا شك أنه منحني فرصة أنه يعني أنه أظهر موهبتي الشعرية في مناسبات كثيرة. يعني لكن نصيحة لمن يريد أن يعلم أن يعمل عفوا بالإعلام أو في أي مجال آخر، الإعلام طبعا يحتاج إلى ثقافة عالية، إلى ثقافة سياسية، ثقافة أدبية، ثقافة اقتصادية، ثقافة اجتماعية أيضا، لأن قد يقع المقدم البرنامج مذيع في موقف أو في مأزق ثقافته وخلفيته الثقافية في كل مجالات الحياة تسهل عليه هذا المأزق. وكثير طبعاً. ما يعني دخلنا في مآزق، يعني لا سيما في برامجنا السياسية، يعني يتصل بينا شخص لئيم هو وحاقد وأيضا إنه حامل فكر مسموم، وبعض الأحيان يحاول أن يوقعنا في 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 ورطة في طرح قضايا شائكة. تعرف ملف العراق مثلا، ملف السنة والشيعة، ملف داعش، وملف الميليشيات، ملف الحكومة والديمقراطية والمعارضة وكذا، الفتنة في مجالها كتير عالي. فالمذيع أو الإعلامي المتسلح بالثقافة العامة قادر على أن يخرج يحصل نفسه. من هذه المعركة بأقل خسارة وبسلامة. أما كثير من الإعلاميين وقعوا في ورطة، لأنه جانب مثلا جانب العشائري، يعني في الغالب مجتمعنا العراقي مجتمع ينتمي انتماءات عشائرية، المذيع الذي لا يلم بالانتماءات العشائرية قد يقع في ورطة. صح صح. هي على أبسط الأمثلة، ممكن المقدم هالبرنامج يضطر أنه يحاور دكتور، فإذا هو حط حاله بخانة اليك أنه في حد عم يعمل له الإعداد ويقرأ السؤال، قد يقرأ السؤال هو مش فاهم أصلا. نعم. السؤال، فبحيث هو بيستنى الجواب وبنتقل للسؤال الثاني، حتى مداخلة ما رح يقدر يعمل لأنه أصلا مش. نعم. فاهم شو اللي عم بصير، شو السؤال شو الجواب. من الناحية الشعرية ما هي النصيحة؟ النصيحة لمن
يعني من أنصح الشاعر أم أنصح من يريد أن يكون؟ الاثنين، لأنه الاثنين في قدامهم طريق. يعني أنا أنصح الحقيقة الشعراء أنه مهما كان أداؤه ضعيف عليه أن يقرأ هو قصيدته لأنها ملكه، حلو. لأنها كلماته ومصطلحاته أحاسيسه، نعم. كيف ما يكون خلي يتقبله الجمهور، لكن يحاول جهد الإمكان أن يسقل موهبة الأداء وال... نعم. وال... يعني الأداء المسرحي أمام، نعم. الجمهور، وطبعا لمن لديه موهبة الشعر أن يسقل، أن يسأل المختصين كيف يعني كيف أكتب، يلم بالنحو. هناك بعض المبتدئين بالشعر هو لديه موهبة الشعر لكن عنده ضعف في النحو، بده مين يواجهه ببلكي، فمقبول كيف بده مين يواجهه، ما بيعرف أنا طبعا مختص. ولازم يسأل مختص. هناك بعض الأحيان نجلس على منصة يقرأ قصيدته فيها أخطاء نحوية، هو شاعر يعني موجود، خامة الشعر واضح أنه لديه، لكن عنده أخطاء في اللغة، مطلوب منه أن يسأل ذوي الاختصاص حتى لا يقع في هذا الإشكال. أما الآخرون اللي ما يمتلك الموهبة فأنصحه أن يبحث عن مهنة أخرى. يعني بينه، هي عبارة عن موهبة، إذا لا تمتلك الموهبة فزي ما قال لك أستاذ محمد بن صيف ابحث عن موهبة أخرى. أي لا، ابحث عن مهنة أخرى، لأن الموهبة هو لا يستطيع هذا، الموهبة موجودة بس ربما نعم جميل تطرح أنه ربما في داخله هناك موهبة أخرى، نعم صح، خلي يبحث في داخله عن موهبة أخرى في مجال آخر. صحيح صحيح، شكرا كثير لك، أنا كثير مبسوطة بالحديث معك صراحة، كان سلس وسهل وجميل وبنفس الوقت في بيحمل قيمة جدا 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 عالية، يعطيك ألف عافية، تشرفت. أنا أشكرك وأتمنى لك التوفيق والنجاح. شكرا. الدائم في الساحة الإعلامية. شكرا كلك ذوق. مشاهدينا، ما بعرف مخرجنا إذا فينا ننهي بالجزء الأخير من نعم من التقرير، ما في وقت؟ نعم نعم، للأسف مش رح نقدر ننهي مع القسم الأخير من التقرير، أخذني الوقت بالحديث مع السيد الأستاذ أكيد محمد نصيف. شكرا مشاهدينا، شكرا لتعليقاتكم، نعتذر من الناس اللي ما قدرنا ناخذ اتصالاتهم، بكرة رح بلاقيكم بموضوع جديد أكيد وأخبار جديدة، خليكم معنا وإلى اللقاء.